يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وزن، يعني بعد العلاجات وبعد الفيتامينات احنا تعبنا كتير عشان نوصل للمستوى ده يا جماعه. هقول لك كمان برضو عشان تكون عارفه انت اخده زغاليل شكلها ايه، الاهالي برضو راقدين في الرف اهو على بيض. هنشوف البيض ده من امتى. البيض ده بتاريخ 18/8 اهو، 18/8 انا والله كنت فاكر لان بكتب على البيضه طبعا. ودي كمان يا جماعه دي 16/8 الاولانيه و18/8 الثانيه، تمام. يعني معنى كده ان البيض ده هيفقس خلاص، قرب ان هو يفقس ومعها لسه الزغاليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. بسم الله نبدأ فيديو جديد وموسم جديد. النهاردة 1/9 هنبدأ على طول إن إحنا نجهز الحمام للبيع ونجهز الحمام للإنتاج. ده اللي أنا عملته دلوقتي. طبعا ناس كتير حاجزين مني حمام، معلش اعذروني، بس التأخير كان من إن مشاكل الصيف أنا ما خرجتش ولا فرد حمام يمكن من شهر 4 أو 5، رحنا في شهر 9. ده حفاظا على الناس اللي معايا او الناس اللي بتاخد مني حمام، لان طبعا تعرفين مشاكل الصيف فيها امراض كتير، في مشاكل كتير، ممكن تاخد مني الحمام سليم يتعرض لحرارة عالية يتصاب على طول باي مرض، خاصة الاسهال المائي اللي هو كان موجود عندي وعندي ناس كتير. اللي انا اتصرفت معاه بالتعاون مع اخينا الاستاذ اشرف خضير اللي هو اعطاني ادويه ممتازه بسم الله ما شاء الله، وهسيب لك رابط الفيديو في وصف الفيديو ان شاء الله، اللي هو فيه علاج الاسهال المائي، كان 4 أدوية مع بعض الحمد لله جابوا نتيجه، واللي عايز الحاجات دي عنده نفس المشاكل يتواصل معاه. اللي هي كانت المشكله ايه؟ الزغاليل بتموت في الطاجن كده في العمر ده او اصغر كمان، بتلاقي ميه غرقانين في ميتهم، يعني كنت تلاقي هنا تكب ميه كده تبص كده تلاقي ميه، الحته الناشفه دي ما كنتش تلاقيها. طبعا انا ما غيرتش، لكن الطاجن ده هم فاقسين فيه ما غيرتوش خالص، لكن التاني كنت بغيره كل يوم وبلاقي ميه كل يوم، تمام. يبقى الحمد لله جاب نتيجه معانا. هقول لك بسبب الحراره اللي كانت زايده انا ما كنتش عايز الحمام ينتج، فانا شلت الحمام معظم حمام من السلكات نزلته في الارض زي الحمام ده. طبعا الحمام ده شبابات، الناس اللي هي طالبه اللحم وبتستناني من زمان يا جماعه معلش والله اعذروني. وسبب التاخير كمان اني مستني الجو يتصلح شويه ان انا احصن الحمام. انا اشتريت التحصينات الحمد لله، التحصين بتاع السلمونيلا المصري، وبقول للناس اللي هي عايزه تحصن سلمونيلا اشتري المصري، وتحصين الروشه اللي هو اللي بيتفك تحت الميه. يعني انا هحصن ان شاء الله تحصين سلمونيلا اللي هو المصري، حقن في الصدر 0.5 سم حقن في الصدر، وبعد 15 يوم احصن اللي هو بتاع الروشه اللي بيتفك تحت الميه اللي بيسموه لاسوتا، تمام. طيب يبقى كده عشان الناس اللي هي بتنتظرنا. في كمان اخت كانت عايزه زغاليل وعايزاني اصور لها الزغاليل، يعني انا بقول لها ان محدش بيصور الزغاليل، لكن يلا هصوره لك الزغاليل والامر لله. طبعا للمصداقيه بس هوريكي كده عينه بسم الله من على اليمين اهو، اول قص على يمنا بسم الله ما شاء الله مع جوز زغاليل مش هتعرفيهم من بعض. طبعا النهارده 1/9 اللي هم الجوز الزغاليل اللي هم واقفين عكس بعض دول على اليمين، مش عايز اقول يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وزن، يعني بعد العلاجات وبعد الفيتامينات احنا تعبنا كتير عشان نوصل للمستوى ده يا جماعه. هقول لك كمان برضو عشان تكون عارفه انت اخده زغاليل شكلها ايه، الاهالي برضو راقدين في الرف اهو على بيض. هنشوف البيض ده من امتى. البيض ده بتاريخ 18/8 اهو، 18/8 انا والله كنت فاكر لان بكتب على البيضه طبعا. ودي كمان يا جماعه دي 16/8 الاولانيه و18/8 الثانيه، تمام. يعني معنى كده ان البيض ده هيفقس خلاص، قرب ان هو يفقس ومعها لسه الزغاليل. انا شايف كده بسم الله ما شاء الله زغلولين يعدوا الكيلو وربع باذن الله، باذن الله باذنك يا رب وربنا يبارك ان شاء الله. بس هي الاخت دي عشان عايزه
اول تعامل لسه ما تعرفنيش، فهي عايزه تعرف يكون في مصداقيه. طبعا هي الزغليل كبرت، لكن انا بحب ان انا اسيب الزغليل مع الاهالي تاخد حقها قوي قوي، وخاصه ان فيه رف. الرف ده بيريحني لما يكون البيض فوق والزغليل تحت، ما بخافش على البيض ان الزغليل تكسره، فبسيب الزغليل ابوهم ياكلهم والاهالي راقده على البيض فوق، الام بتبقى راقده والزغليل تحت كده، فالموضوع ما بيبقاش فيه خوف على البيض والزغليل تاخد حقها كويس قوي. لكن لما بتفطم الزغليل بدري ممكن الزغليل بيجي لها زي صدمه كده، بتضعف، ممكن يجرى لها حاجه، فانا بحب ان انا اسيب الزغليل تاخد حقها كده. هوريها برضو هنا، طبعا ده لسه شويه اختي، يعني معلش لو هتستنى عليها شويه، يعني ده لو قلنا لو استنينا عليه اسبوع كمان. الزغليل ده بسم الله ما شاء الله، هنشوف كده الزغلول بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. لا لا اسبوعين كمان، ده محتاج اسبوعين كمان لان لسه طري. والاهالي بتاعه اهو، امهم وابوهم فوق بيحضرهم العيش واقفين جنب الطاجن. هنا في اهالي برضو، فين قص ده بسم الله ما شاء الله بيحضر لعيش جديد. ده الحمامة يا جماعة اللي هي النتاية دي اللي كانت بتقف على كتفي دايما، لكن انا حبستها هنا. هو طبعا هي متعودة عليها، بس طبعا ده مهما نكون حبايب فهي خايفة على اولادها ان انا اخد بولادها. اهو بسم الله ما شاء الله. انا عايز بس اوري لك الزغلول، بسم الله ما شاء الله الزغلول هو لسه كده يعدي النص كيلو. بسم الله ما شاء الله تأكيل اهالي ما اكلتوش انا خالص. اهو بسم الله ما شاء الله يعدي النص كيلو بالحجم ده يا جماعة. وعلى فكرة الناس في دول الخليج بيذبحوه في العمر ده، يعني ده نقول يعني ايه 17 18 يوم مش اكتر. واخوه جوه اهو، الزغلولين احسن من بعض. بسم الله ما شاء الله الزغلولين احسن من بعض لو شفناهم. لكن هي طبعا امهم دي طلعت كده ايه طفرة كده بالعرف زي ما انت شايف كده، او بقصة زي ما يقولوا، او برنيطة. تمام، اول مره اشوفها في الحمام اللاحم، هو كان طلع جوز زغليل كده اخوات نتايه ودكر، لسه دكرها هنا، فان شاء الله اجوزهم لبعض عشان نشوف الطفره ده هتثبت ولا يعني هي كده مره وخلاص. الطفره عشان تكون نقول عليها طفره يا جماعه لازم تثبت تطلع في الزغليل، لكن طبعا دول النتايه هي اللي بعرف كده، والدكر عادي بحمام لاحم عادي زي اللي احنا عارفينه. وهنا برضو في جوز زغليل اهم مع الاهالي، واضح الزغليل اللي هي على الشمال دي يا جماعه اهو، اهي يا اختي اللي هي عايزه تشوف الزغليل بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. والاهالي بيحضروا العيش هنا في الطاجن ده. وهنا برضو جوز الزغليل ده بسم الله ما شاء الله برضو من الحجم التقيل زي اول جوز زغليل شفناه. ده يا جماعه لو موجود عند حد هيقول لك 250 300 جنيه في جوز زغليل، ما تستغربش ما تستغربش لما يكون جوز زغليل بيطلعوا كيلو وربع ويساووا 250 300 جنيه. نجيب لك زغلول، هذا الزغلول يا جماعه لسه كده ريشه ناقص كده، واقول لك الجوز يطلعوا لهم كيلو وربع جوز الزغليل بسم الله ما شاء الله. شايفه لسه لحمه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله. طبعا لو حد هياخدهم مش هعطيهم له الا ما يكتمل ريشهم ويعتمدوا على نفسهم. والاهالي بتاعتهم بتحضر العيش هنا في المكان ده، الاهالي اهي اللي واقف على القفص ده، النتايه اللي تحت دي، السلكه دي طبعا حاطط فيها اربع اسوس لسه شباب، هيبقى اول شغلهم ان شاء الله. هم الاربع اسوس، الاثنين اللي تحت دول لسه ما حصوش، هم ده اخد بعضه الجوز ده هوت تمام قاعد في الطاجن اهو، والجوز ده برضو اخد بعضه بنتظرهم ان هم يحصوا. والجوزين دول ده محصي وكشفت على البيض بقاله اربع خمس ايام، كشفت على البيض يعني تمام الحمد لله، او ممكن اقول ست ايام. البيض ده بقاله حوالي ست ايام اهو مخصب باذن الله. ده بالنسبه يا جماعه الناس اللي بتطلب حمام يقول لي جفن وردي او مش جفن وردي، انا والله مش باخد بالي من الحكايه دي قوي لاني مش مركز عليها. هو في جفن وردي، لكن لو لقيت الجفن ابيض مش معناها ان ده مش حمام لاحم او مش حمام لاحم بيور،
هنشوف كده اهو. لو ركزت هتلاقيه جفن وردي، لكن لو في جفن ابيض ما يعيبوش في حاجة، المهم شغل الحمامة يا جماعة. طيب القص التاني ده اللي فوق ده برضو اول شغله محصي، وكشفت على البيض بسم الله ما شاء الله بيضه برضو مخصب، يبقى القص رقم واحد والقص رقم اتنين لأخ كبير كان طالبهم مني، معلش اعذروني بس برضو يستسمحني ان انا احصنهم الاول وبعدين اسلمه ان شاء الله. هنا برضو زغليل بسم الله ما شاء الله احجام محترمة، لكن لسه عمرهم صغير برضو، اهاليهم بتجهز لعش جديد ان شاء الله. طبعا الناس اللي بتبقى مستعجلة الحمام يلحم العش في العش، يا جماعة احنا في الصيف الحمام بيبقى فترة قلش ومعظم الناس مريحة الحمام، فما تستعجلش لما الحمام يتأخر في الصيف يكون احسن. وهنا برضو اهو زغليل بسم الله ما شاء الله، تلات زغليل برضو لسه صغيرين شوية. انت عارفين طبعا لما ببيع حاجة بحط تلاتات، او لما يكون بيضة فرداني بحطها تلت يعني. وهنا اهو بسم الله ما شاء الله زغلول ابيض وزغلول سيلفر ما شاء الله. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.